نحكوا على اعمال واحده اخرى مسيرتك فيها الكثير من الاعمال ناجحه عتيقه، وحنا كل ضيف يكون حاضر معنا دائما بمساهمه الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاوره. او معايا درع تكريمي عتيقه، حنا مدهولك في ختام البرنامج، سمحي لي نفتحوا هذا الدرع. هو درع تكريمي مقدم من طرف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاوره، شهاده تقدير عرفانا وتقديرا لما قدمته الفنانه عتيقه طوبال خدمة للفن والثقافة والتلفزيون والسينما الجزائرية طوال مشوارها الحافل بالعطاء. كلمة بمناسبة هذا التكريم. صام في تري تري غران بليزير وصام فريمون توشي، ونشكر الديوان الوطني للفنون والثقافة لحقوق المؤلف وحقوق المؤلف. نشكر مسيو بن شيخ بزاف بزاف، باسكو نقول لك حاجة، مسيو بن شيخ داير لنا هكا قايم بالفنان، نقول له يا ربي مسيو بن شيخ ربي يخليك لينا إن شاء الله، وإن شاء الله فيليسيتاسيون واش راك دير للفنان، باسكو سانسيرمون راجل. مسيو بن شيخ راجل. وربما هذا الدرع ماشي هو أول درع في مشوارك، تكرمتي في الكثير من المرات. وخليني نذكر كذلك هناك تكريم آخر دائما ساهم فيه الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، هو تكريم الجمعية الفنية الثقافية الألفية الثالثة لسيد علي بن سالم في 2012. احكي لنا كيفاش كانت أجواء التكريم وكلمة تقولها لسيد علي بن سالم. اليوم سي لوكازو تاع سيد علي بن سالم، نقول له سيد علي بن سالم جوايز انيفيرسير وكل عام أنت بخير إن شاء الله. إن شاء الله. يوم عيد ميلاده اليوم. كل عام هو بخير. نحيوه من خلال برنامج ريحة زمان. كان تكريم في المسرح الوطني الجزائري. المسرح الوطني الجزائري كان تكريم، الحق عيطوا لي قالوا لي فوالا باش نكرموك. انا فرحت ما نكذبش عليك، فرحت، قلت صافي. قال واحد ما ديمو كان يدردك، صح، كان يدردك شويه خبل، دوك كرموني. مي الحمد لله نشكر الاوفيه الثالثه سيدي علي بن سالم على راسهم لوندا، نزيد نشكره ونحييه نحييه مسيو بن شيخ باسكو حق او يخدم راجل خدام. نشكر بزاف الديوان الوطني حقوق المؤلف والحقوق المجاوره. صور كثيره لضيفه شرف هذا المساء في برنامج ريحه زمان الفنانه المحبوبه عتيقه طوبال، وصوره اخرى ستضاف لرصيدها. التكريم في ريحه زمان يكون من خلال درع يقدمه الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاوره، وكذلك لوحه فنيه تشكيليه خصيصا رسمت للفنانه عتيقه طوبال. سيدي علي بن سالم نقول له جوايز انيفيرسير ان شاء الله كل عام هو بخير. نحيو سيدي علي بن سالم ونشكره دائما يساهم معنا في برنامج ريحه زمان، كما نشكره الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاوره على راس الديوان سيد سامي بن شيخ الحسين.